السلام عليكم أصدقائي متابعين على قناتي. اليوم حبينا نسوي لكم الجيمر العرب اللي هو الجيمر العراقي. طبعا أنا عندي فيديو قديم منزله صفحتي على اليوتيوب، الجيمر مسوي لكم اياه بحليب البقر، والنتيجة مالته شفتوها وراسلتوني على اليوتيوب والنتيجة كانت كلش حلوة وطيبة. بس طلبوا من عندي اصدقائي على اليوتيوب يقولون الحليب احنا ما ينجح عندنا، فانا جبت لكم اليوم حليب هذا من الريفه، حتى مكتوب عليه من الريفه. طبعا حتى لو ما متوفر بالريفه، اذا لقيتوا حليب الدهون مالته هذا 32%، هذا من الريفه، حليب كامل الدسم والدهن مالته كلش قوي. شوفوا الدهن مالته، حتى لون الحليب اصفر. هسه راح اسوي لكم الطريقه مالته الحليب الجيمر. وهاي عندي هنا جدر لحم فوره، اول فوره للحليب، وبعد ما يفور عندنا راح تتابعونا وشوفوا الفيديو ويانا. يعني هذا الحليب شوفوا شلون ثخين حليب، يعني الدهن النسبة بيه مال الدهن كلش قوية. طبعا هذا سويت انا الفيديو على مود اصدقائي يشوفوه، لان هواية طلبوا من عندي اني اسوي هذا الفيديو ومدى ينجح عندهم خطية بالحليب، بده يجيبوه وده يجيبون كريم وما اعرف شنو، هذا مو صحيح. هسه هذا الحليب احنا درناه هنا بهذا الجدر، شوفوا حتى الحليب يختلف لونه، يعني مو حليب احتيادي، لونه اصفر، الحليب لونه اصفر. هسه تابعونا وشوفوا ويانا الفيديو. اول فوره راح نخليه. اصدقائي هسه رجعنا لكم، هذا عندي بعد ما فار الحليب، عندي شوفوا فار الحليب، هسه احنا نوخره من النار خليه على صفحه. هسه نجيب الصينيه اصدقائي، شوفوا هسه هذا الحليب خليته بهاي الصينيه مال الفرن، شوفوا فرغناه وخليناه على درجه حراره هاي، شوفوا اربع عيون على رقم واحد، نار كلش هادئه. شوفوا هذا الحليب خليناه هنا هاي العيون الاربعه وعلى نار رقم واحد، وهسه راح نخليه على النار ساعة، ساعة ساعة ونص، نار رقم واحد كلش هادئة. هذا هسه ديفور عندي لأن كانت النار هاي مشعولة وقوية، وهسه على كيفه شوي شوي تبرد ويلا. تابعونا وشوفوا ويانا الفيديو شلون حصير ويانا الجيمر وشلون حنشوفكم اياه وشلون الطريقة مالته. انتو هاي هسه رجعت لكم، هسه طفينا النار، طفيتها عليه وشوفوا شلون صار عندي. هسه راح اخليه للصبح بالثلاجة، والصبح راح اقطعه وشوفكم شكله النهائي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. هاي مثل ما قلت لكم اللي درت انا الحليب لتر بالبطل، نص لتر، بطلين لتر، هذا الكمية مالتي. باكر راح نشوف شلون حيطلع ويانا الجيمر، تابعونا. اصدقائي هسه رجعنا لكم، شوفوا الجيمر شلون صار عندي. هسه بدي اقطعه والف. اصدقائي هسه شوفوا الجيمر شلون صار عندي، لفيناه وهذا شكله النهائي الجيمر. تجي تخلوه بالثلاجه طلعتكم بهالشكل. شغلته كلش سهله وبسيطه، بس المهم الحليب تجيبوه اللي شرحت لكم عليه وقلت لكم. لا تنسون الاشتراك واللايك بالقناة على مود يوصلكم كل شيء جديد من عندنا.